أخي العزيز محمود بونسوار، لقد كنت سعيدا جدا بالزيارة التي قمت بها إلى بلدكم الأردن، وقد كان واضحا طيبة الشعب الأردني وكرمه. ولكن جوغي موغي وي مسيو محمود. مسيو محمود شو الجوغي موغي؟ هاي رسالة من صديقي الفرنسي كان عندنا هون في الأردن حسين. أيوة. ومدي لي رسالة معجب بالأردن وشعب الأردن. طيب فسر. بس في عنده شوية ملاحظات على فكرة. بفرنسا. أيوة. بيحكوا فرنسي كويس. بيحكوا فرنسي كويس. آه ممتاز. معناته فسر لي أشوف. الاستعمار الفرنسي في فرنسا طول على فكرة. قاعد مدة طويلة. طيب اسمع. بقول لك يا سيدي إنه أكثر إشي عاجبه عندنا هون سياحياً. أيوة. الخضار أو الخضار يعني الموجود على بفسر لك أنا بالفرنسي حسين لو عربي زي اللبلب بقول أيام. على جناب الطريق خصوصا من عمان للعقبة. من منين؟ من عمان للعقبة. من عمان للعقبة وكثرة الاستراحات والحدائق والكازيات وخصوصا الشوارع المضاءة ليلا. حلو. ركز على هاي المضاءة ليلا. بالاخر بقول لي يا عزيزي ممود المرة الجاية انت تعال لنا لبغي. اخوكم مسيو رينيه. حلو الرينيه. احنا الرينيه عندنا هون بناخذه للحركة. عزيزي محمود وات انت بتفكر الحركة اللي بيجيك انت الرسائل؟ اجاك رسائل شو؟ اجتني رسالة من بريطانيا. اسمع شو بتقول. ازواز من لندن. هاي من لندن. لندن. اسمع بس. ازواز ازواز جوردن فيري جود. حلو. بترا ام قيس بقع سويلح. ايوه. جوينج تو هوم مطاعم طبيخ فيري يجنن. يا سلام. هذا يا سيدي بتقول. بتقرا لي مترجم ولا انت بترجم؟ انا بترجم فورا. انت بترجم؟ فورا بترجم. هذا يا سيدي بتقول اكثر ما لفت انتباهي. أيوه. اسعار المطاعم عندكم. حلو. يا بيي شو رخيصة. هي بتقول يا بيي شو رخيصة. شايف؟ مش معقول. كيف ترجمت يا بيي بالانجليزي للعربي؟ بطريقتها. اوه ماي فاذر يعني؟ يا بيي شو رخيصة مش معقول. فتنا جروب 16 نفر على مطعم سياحي يا دوب طلعت الفاتورة 20 او 25 دينار وشوية افراطة فقط. الافراطة. وبتقول لي انه المرة الجاية قررنا انه نجيب اكلنا معانا علشان احنا متعودين على الاكل الغالي سعره. طبعًا. مش زي عندكم اسعار رخيصه. والمحبه لكم سوزي القرعم. شو سوزي القرعم؟ في عدد قرعم عندهم ب... في قرعم. بس بتعرف الحكي اللي حكينا هذا. الرسائل هذول اللي جونا. ايوه. فكرك لو بسمعنا معالي الدكتور صالح الشدات وزير السياحه والاثار. بزعل شيء؟ لا. ليش؟ بزعلش. بالعكس دكتور صالح رشيدات حليوه وبجنن بعدين. شو؟ حليوه طبعا. بس تعرف بدي اناكتك النكته يا محمود. تفضل. في بقول لك في ختيار شايف زلمه كبير طلع بطياره. حلو. لما طلع بالطياره اجت عليه المضيفه. حلو. ولا بتقول له حجي ايش بتحب تشرب قهوه ولا شاي ولا نجيب لك اكل ولا بقول شو يا بنتي احنا جايين نجربكم. حلوه. 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 معانا الدكتور صالح رشيدات. الو 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 مرحبا. مساء الخير. مساء النور. كيفك دكتور؟ الله يسلمك. شو اخبارك؟ الله يعطيك العافيه. يسعدنا جدا انه تشاركنا بهالبرنامج. وما بزعل انا. حبيبي الله يخليك. الله يا رب. الله يسلمك. شكرا. الله يحفظك. يعطيك العافيه معالي الدكتور صالح رشيدات. الله يعطيك العافيه. يا سيدي احنا طبعا اسئلتنا خفيفه يعني وبتعرف البرنامج هلا مات اسمه. اهلا وسهلا. الله يخليك يا سيدي. معالي الدكتور شو رايك باسعار المطاعم السياحيه والفنادق السياحيه والاماكن السياحيه شو بتقول؟ والله طبعا انا يعني اجتمعت للرساله الاولى بالنسبه لي وصف للطبيعه ما بين عمان والعقبه وفعلا انه الكازيات والمحطات كثيره على الطريق زي ما حكيت والإضاءة الليلية كمان يمكن أكثر من اللازم مش هيك؟ والمطاعم يا سيدي أولا بشكل عام الأسعار إحنا وزارة السياحة هي بتحط بالنسبة للأسعار بتحط السقف الأعلى للأسعار. نعم. يعني كل الفنادق حسب تصنيفها والمطاعم. عفوا يعني السقف الأعلى قديش ثاني ثاني طابق؟ مش سامع. السقف الأعلى ثاني طابق يعني؟ لا السقف هو سقف واحد الحقيقة. نعم. بس ممنوع تطلع فوقه يعني هناك سقف للأسعار وطبعا في هناك بالنسبة للفنادق بشكل عام المنامي مثلا. نعم. طبعا تتراوح حسب طبيعة الزائر إذا كان ضمن مجموعة أو إذا كان ضمن فريق سياحي أو إذا كان هناك أسعار للحكومة وأسعار للسياحة وأسعار للأردنيين بشكل عام.
طبعا تستغرب اذا قلت لك انه الاسعار في الاردن لا زالت ارخص اسعار في كل المنطقه يا سيدي. يعني رغم الغلاء اللي بيشعر فيه المواطن الاردني. نعم. يمكن سياحه اجنبيه. نعم. يعني سياحه قادمه للاردن، لا زال الاردن من ارخص البلدان في المنطقه بالنسبه للفنادق وبالنسبه للمطاعم. اذا بتروح على لبنان بتشوف انه سعر المطاعم غالي كثير، وبتلاقي سعر الفنادق غالي كثير، بس انا معك انه المواطن الاردني يشكو من ارتفاع الاسعار في المطاعم، انا معك في ذلك، والسبب الرئيسي انه مستوى الدخل لدى المواطن الاردني. يمكن قصدك دكتور انه قياسا بالدخل للفرد الاردني. كلام صحيح، يعتبر كلام صحيح، انا هذا بايدك في 100%. شكرا دكتور. بدي اسالك يعني عفوا سؤال شخصي. تفضل. اوكي. عفوا دكتور، عندك اولاد؟ عندي اولاد. يعني نفهم من هالحكي انه حضرتك متجوز؟ اكيد، هذا يعني تحليل منطقي. شكرا. الله يبارك فيك. معالي الدكتور. تفضل. في مقولة بتقول يعني انه اذا الاردن اهتم بالسياحة والاثار هذا يغنيه عن النفط، شو بتقول؟ والله شوف، الارقام والمحصلات والمؤشرات كلها بتقول انه يعني مردود السياحة على الاقتصاد الوطني كبير جدا. السنة 96 كان المردود بحدود 35% من حجم الصادرات الأردنية، وهذا طبعا يساعد الأردن على توفير العملات الصعبة. طبعا الأردن في طاقة هائلة للسياحة، وباعتقادي إذا أحسننا استغلال هذه الطاقة وحضرنا نفسنا باللغة العامية كما يقال، بعتقد أنه سيكون دخل الأردن من السياحة في الأعوام القادمة كبير جدا. طيب دكتور، لو طلبت من معاليك تصرف لي يعني رخصة عشان البحبشة عن الأثار، ممكن؟ إذا لك شخصيا بعطيك. ليش عس؟ آه. طب بالنسبة للقوانين والأنظمة هاي بدك؟ لا أنت بسامحك لأنه دمك خفيف. الله يرضى عليك. شكرا دكتور. معالي الدكتور. تفضل. يعني يعني بما إنه أنا من سكان مدينة إربد. أهلا وسهلا. الله يخليك. يعني أنا زرت مدينة أم قيس الأثرية. نعم. وشفتهم برمموا وقاعدين بالصور. نعم. فيعني بعرف من هالحكي يعني ممكن يصير في اهتمام في مدينة أم قيس، وممكن إنها تصير زي مدينة جرش إن شاء الله، وممكن إنها يصير فيها مهرجانات ثقافية. ممكن. فعلا الحقيقة أم قيس من المدن اللي عليها اهتمام وتركيز، في عمل دائم في أم قيس، هناك مشاريع كثيرة للترميم ولي يعني تجميل المنطقة. عدد السواح اللي بروحوا على أم قيس بتستغرب اذا قلت لك انه القائمه قدامي بالصدفه بعد ما عرفت انكم كنت تسالوا، ام قيس اجاها السنه بحدود 200 الف زائر، منهم فقط 60% اردنيين. يعني حجم السياحه المحليه الاردنيه لام قيس حجم كبير جدا، وبعتقد ام قيس من المدن اللي ستشهد ايضا ازدهار سياحي في القريب العاجل. يعني دكتور اجي دفعه واحد ال 200 الف ولا على فترات؟ لا على على باصات، على يومين اجوا على باصات. 200 الف طبعا بالسنه اللي زاروا ام قيس حسب احصاءاتنا، 60% منهم من المواطنين الاردنيين، وهذا يعني دليل كبير على اهتمام المواطن الاردني في السياحه الداخليه وفي التعرف على معالم. طب دكتور بلد. يعني انتم مهتمين بشوف كثير بام قيس، طب ابو قيس ماله؟ ما حدش سائل عنه. يا سيدي بنهتم فيه ان شاء الله. الله يرضى عليك. معالي الدكتور، ممكن يعني نسمع منك طرفه هيك حثت معك خلال عملك يعني في وزاره السياحه والاثار؟ والله لحد الان ما صار معي ولا طرفه. ما صار معك ما ولا صار. وزاره المياه؟ كثير بس مش متذكر هلا واحده بعد الساعه 12. طيب اخر نكته. برضو انا مش شاطر في النكت. يا الله يا دكتور، مشان نسمعك احنا كمان اخر نكته اللي سجلناها. طيب كويس، انا بسمعها منكم، واذا فطن بالي على نكته انا بحكيها. تفضل. ماشي دكتور، احنا بنستناك على كل حال. طيب. طيب لو سالتك سؤال اخير دكتور. تفضل. بالنسبه لعيد الفطر يعني كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. ناوي تنزل تعيد بأربد ولا في جروب سياحي هون بدك تمشور معه؟ والله انا الحقيقه اول يوم لازم اروح على أربد. ها؟ أول يوم بعد الصلاة وبعد السلام على صاحب الجلالة. نعم نعم. تعودنا أنه ننزل إلى إربد ونجلس في المضافة ونستقبل المهنئين ونذهب إلى المضافات ونهنئ الناس. شكرا معالي الدكتور، يعني هذا لقاء جميل جدا. الله يبارك فيك. وهذه الروح الجميلة. الله يعطيكم العافية والله يقويكم وكل عام وأنتم بخير. يا سيدي شكرا لك وكل عام وأنتم بخير. الله يبارك فيك. يا سيدي على هذه الأرض ما يستحق الحياة. الله يبارك فيك. مع تحياتي من الأستاذ عامر الرصمادي.
الله يبارك فيك. شكرا لك ولأسرة التلفزيون الأردني. الله يخليك. شكرا, شكرا دكتور. وخلنا نشوف كمان آخر نكتة ونسمعك إياها دكتور. تفضل. آخر نكتة أو أجمل نكتة؟ أجمل نكتة سمعتها السنة هاي إنه واحد بخيل قد ما هو بخيل مات أبوه عيط بعين واحدة. حلوة. غندور. نعم سيدي. أجمل نكتة بقول لك, واحد يحب تشرب حليب سخن حطت البقرة على النار. أعطيني كمان واحدة حافظ أكثر من واحدة. بقول لك واحد مدني راح لأمه قال لها ماما بدي أجيب لك همبرجر, قالت له بكفيني هم الأولاد. فيك شو بقول لك, صاحب واحد دخل بإجر مسمار راح لصاحب إله قال له دخل بإجر مسمار قال له اطعجه. نكت هيك على السريعة بتهبل. أشوف هذا بقول لك, في واحد حداد خلف ولد جام صدي. حلوة. بقول لك في واحد ميكانيكي طول نهاره يعمل أبرارات للسيارة خلف ولد طلع مبرهل. فيل اتجوز نملة. أيوة. وزعلوا من بعض اجى بيطلقها وانا بتقول له الفيل والفيل اللي ببطني. واحد أعمى رجع له بصره من الفرح انشل. صعيدي بيمزح مع حاله قلبه جد. حلو. خش. طب اسمعوا. صفوا طابور. صفوا. جد صفوا طابور. نقطة حلوة. هات أبو العبد. أبو العبد. يلا. معك مصاصة؟ يلا أبو العبد. أجمل نكتة يلا. أجمل نكتة بقول لك, واحد بلديات لخش على الصيدلية قالوا عندك معجون أسنان غير الآجو. سعيد ماشي في الميدان لو واحد ضربه كفل يقول من هناك قال له الكاميرا الخفية. حلو. زدت نكتة صعادة في البحر وطلع سمك يضحك. آخر نكتة. آخر نكتة, مرة في واحد بدوي طلع يتعلم إنجليزي بريطانيا, فبعد 5 سنوات رجع على أهله فقال له أبوه يابا شو تعلمت عندي إنجليزي؟ قال له والله يابا تعلمت إيش كثير. قال له يا ابني بدك تقول للزلمة هذاك تعال جاي شو بتقول له؟ قال له يابا بقول له كم هير. قال لي بدك ترجع مكان شفت تقول له؟ قال بلف من وراه بقول له كم هير. حلو حلو حلو. هذا في مره واحد حلق شوارب ودخل على اهله قال لهم ايه والله ما انا عارفكم. يا سيدي العزيز, بقول لك جحا كان يدرس بالصف, فقال له الاستاذ مين بيعرف يرسم الترين؟ قال له انا استاذ. قال له اطلع ارسم على اللوح. قام رسم القضبان. قال له وين الترين؟ قال له وصل للمحطه. مرة واحد فاتح حلاق قال له بدي اشي يطول شعري قال له اشرب شامبو. مرة واحد اعمى وواحد اعرج راحوا على هالكرم يسرقوا عنب. قام الاعرج قال له لا ما انت بتشوفش انا بطلع على الكرم بطلع فوق على الشجرة بزت لك عنب بس انت افتح ايديه. طلع الاعرج فوق تعرقل بمصورة من هالمواسير وقع انه بدين لعمه انه بقول له حلو كمان قطف. حلو. معانا استاذ حسام انت؟ حسين حقق ما هو تحقيق. لعد شو تحقيق حقق وين جاي لعدو حقق ما هو تحقيق. ما هو اسمك؟ اسمي عكاش العربي عكاش. اين تسكن يا عكاش؟ بيتي في اخر منطقة الاحراش. وين وين يعني بالضبط؟ عنواني قرب البيت الاسود في حي النزهة. النزهة اللي عندنا هنا حي الإنعاش. ما هو عملك؟ فراش. وأين تعمل؟ حاليا مطرود من عملي, مطرود من زوجي, مطرود من بيتي من أولادي. خير يعني شو التهمة؟ شو مساوي؟ التهمة أني غشاش. غشاش؟ والتهمة أني حشاش. حشاش. والحق الحق أقول لا يوما غشيت ولا يوما حششت ولا يوما قصرت عن الواجب. طيب شو السبب؟ أكيد في سبب. لكن أولادي عافوني, زوجي عافتني واتهمتني ثم رمتني برا بيتي, ذلك أني أفلست وأفلست. فانهال الناس علي وانهال الحي علي وانهال الكل علي حششت. يعطيك العافية. الله يعافيك. جميل. إذا ضيفنا الليلة أعزائي المشاهدين أستاذ حسين هو الكاتب الساخر الأستاذ موسى حوامدي. أهلا وسهلا. حياك الله دكتور. الله يحييك أستاذي. الله يحييك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أستاذ موسى حوامدي. أهلا فيك. بس إحنا بعد إذنك يعني مشان إحنا نفرفش الجو خلينا نسمع معنا فنان الفنان نجيب حداد. نجيب. أهلا وسهلا أستاذ نجيب. ممكن يعني هيك نسمع منك شيء من الأغنية بس إذا سمحت لي نجيب
انتظر حبيبك طرب ميون. طرب ملايين. سامع صوت بساس في الاستوديو؟ كلما وجهت عيني نحو لماح المحيا لم أجد بالأفق نجما واحدا يرنو إلي لم أجد بالأفق نجما واحدا يرنو إلي لم أجد بالأفق نجما واحدا يرنو إلي بالعطف علي سأغني وحبيبي والمنى بين يدي
الله الله يا حبيبي وردي نجيم يسلموا. شو قلبت علينا كل المواجع والله قلبتها كلها. زي ما انت ما بتصدق بتقلبها شو نكد شو اسوي لك عاد. طب استاذ موسى لو قلنا هيلمات سخريه كاريكاتير كاميرا خفيه ايش المسائل هاي يعني ما الذي يجمع بينها فسيولوجيا وسيكولوجيا؟ لا فسيولوجيا ولا سيكولوجيا تاريخيا اذا بتكلم يعني فسيولوجيا ندخل في طبقه الاوزون بعدين خلينا على قدنا يعني. طيب الحقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن السخري نعم نحن لا نريد أن نحول برنامج إلى جد يعني وبرنامج خفيف تم خلينا نحكي بشكل سريع ونقول أنه العرب أصلا أمي بحبوا السخري وكل كتب التراث العربي مليئة بالسخري مثلا عندك القالي عندك مثلا ابن الجوزي القلقشندي إنويري الجاحظ أكبر كاتب أعظم كاتب في التاريخ العربي الجاحظ كاتب ساخر كتب عن البخلاء كتب حتى عن البغال لم يترك شيئا إلا كتبه في التراث العربي في سخري شديدة الوقع مثلا تصل بأحد الناس اللي اسمه أبو دلامة يهجو نفسه نعم ألا أبلغ لديك أبا دلامة فلست من الكرام ولا كرامة جمعت دماء جمعت دماثة وجمعت قبحا كذاك اللؤم تجمعه الدمامة إذا لبس العمامة قلت قردا وإن خلع العمامة وخنزيرا إذا خلع العمامة يعني هذا وصلت السخري إلى درجة أن يسخر المرء من نفسه أمام الخليفة المهدي فنحن طبعا أمة مشهورة بالسخري لأنه في الصحراء يعني لابد من أنك تسخر لابد من الهروب من الواقع المرير إلى السخري السخري بالنسبة لي حاجي كما هي حاجتك مثلا أنت إلى الروس أو المقادم أنا حاجتي إلى السخري وإلى السخرية الجادة لأن السخري في الأخير هي قمة الجدية يعني أستاذي سؤالي إلي وشقين يعني برنامجنا من هذا النوع اللي بتحكي عنه ولا كيف؟ ما سألته هي لمات والله لا شك طبعا برنامجكم كفكرة وأنا يمكن تتذكروا أنه أنا اتصلت فيكم في البرنامج وحكيت رأيي فيه لأول مرة طبعا إحنا عندنا بتصير وخاصة الحوارات اللي بتتم في الشارع حوارات غنية وأنا مع هذا التوجه إن شاء الله دائما. طيب أستاذي شو بتعني لك خباص الضايع؟ الحقيقة خباص الضايع شخصية اجتماعية مثل أي شخصية بتقابلوها أنتم في الشارع شخصية اخترعتها عندما كنت أشتغل في جريدة الشعب وكنت أكتب عن هذه الشخصية كل يوم في موقف ابتداء من علاقته مع الباصات ابتداء من علاقته مع الفن التشكيلي أو الشعر أو اللحامين أو مثلا الحلاقين كان كل يوم يتم في حدث معين ويتم بشكل بموقف كوميدي ولكن موقف كوميدي معبر في النهاية عن واقع المجتمع المحلي الذي نعيشه طيب عفوا يعني ممكن نسمع شيء ساخر بتحب أسمعك شيء سياحي ولا شيء عن اللحوم بمصفة اللحوم مناسبة الاحتفال الدموي يعني أنا سمعت كل كبش في عندي النعجي النعجي ممكن في عندي قصيدة عن الأنباط ما بعرف إذا شو بتشاركنا في الرأي عن النعجي خلينا بجو النعجي خلينا عن النعجي خلينا بجو النعجي قرأنا الكبش أولا ونتحدث اليوم عن النعجي أضحت عزية قد النعجة فارفعها للهودج وامنحها البهجة واعطف يا رب على أولاد الحجة واحرس عزية من عين الحاسد والنفس المرتجة وادخلها بيت العرس عروسا مصطهجة وابعد عنها العزباوات الجنيات النفاثات المقهورات وأرحها من هذه الضجة واجعلها أحلى زوجة امنح واعطف وادخلها احرس وابعد واجعلها لكن القصة حلم في حلم من أولها تتخيل هذه العزية أن النعجة الشكل الأبهى للزوجة الله حلو حلو الله الله طيب شو قصة الديك اللي تجوز جاجة طبعا من ضمن الأشياء الساخرة الأخرى التي كتبتها كتبت قصص كثيرة عن الحيوانات إضافة إلى القصص الاجتماعية أستاذ موسى أنا شايفك ماخذ الأمور جد يعني لا أبدا بس يمكن الواحد لأنه تأخر مستحي منا لا 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 لأن الواحد تأخر قليلا في السهر يعني بالنسبة لقصة خاف تسهر كثير مرة يعني تقريبا أنا مش زيك شجاع يعني
في ديك يا سيدي الكريم، ديك تزوج دجاجة. نعم. وأخذها أكيد عمل عقد زواج. أكيد جيزي عرفي. لا، عمل عقد زواج رسمي، هو النكتة في عقد الزواج. تزوج دجاجة؟ دجاجة. دجاجة. عمل عقد زواج رسمي وأخذها شهر عسل. حلو. فهناك في شهر العسل على أي قفص راحوا؟ اكتشف على قفص منتجع غمدان. اكتشف إنه أختنا الكريمة مصابة بانفصام في الشخصية. الدجاجة. فكانت تناديه في الليل مثلاً تقول له يا كلب العزيز. حلو. يا ثعلب، يا أرنب. يا إشي. فقال لك شو هالمصيبة هاي اللي تورطت فيها؟ خليني أفل على البكير أحسن. حلو. فتركها وهرب، سافر، قطع تيكت بطيارة وسافر. بعد سنة زمان قال لك يمكن طابت، خليني أرجع أشوف أحوالها. فرجع عليها، أول ما شافته له بتقول له وين كاين أنت يا كلب العزيز؟ فاكتشف إنه المرض ازداد معها، فمضى هرب من عندها وهو يقول شعرا قال على طريقة العرب يعني، ومضى وهو يقول أملت من قرب الدجاج محبة. حلو. ونسيت أن الكره في الجاجي. في الجاجي. ماذا عليك إذا ابتعدت وظللت ديكا وكفاك ربك شرها الداجي. الجاج بات مهددا، والجاج بات مهددا. نعم. إذا تمنطع الديك لعقد الزواج. الله يعين الصيصان على هالحكي. طيب أستاذي بعد إذنك إحنا ندخل على فقرة شو بتقول. أستاذ محمود شو بتقول؟ شو بتقول؟ طب أنا لو سمحتوا لي في ملاحظة يعني، أنتوا دائما عم تتصلوا مع الناس وعم تسألوهم والآخرين. نعم. شو رأيك إني أنا أسألكم يعني؟ مو بدنا نسمع شو بتقول. ما تنساش إني جاينا من الدستور. طيب. كلنا طيب. أبناء الدستور. طب أنت لما شفت الرأس أول ما شفته شو قلت؟ شو قلت؟ الله على عشوى حشمة. وورونا شو بتقول. على حسابك. أبلح قبل بحجار دبش، شايف؟ طب ولا جايتك دبشي هون؟ شو بتقول؟ قول يا حرمك. شو بتقول؟ اصلح بوزه. شو بتقول؟ بنفعل. ايوه حلو. انفعل. ايوه انفعل. شو بدمره؟ ايوه شو بلعن صرصفينه. ايوه حريك الحمصه. حريك الحرس. ايوه ارجع بدمره. شوف بدمره. ايوه بنفسه ذكرني بنفسه. زي بنفخ. طيب ايش بنفخ بنفسه؟ هون في خون تنفيس؟ تنفيس ابدا. تعرف اني بدي عم يضوك على سوريا ابدا. هلا انت واقف فرضا على الطريف. ايوه. وما شفت ولا زلمه لاحق ابنه بحجار بدبش. ايوه. طب ولا طاب حجر فيك. شو بتقول؟ يا ويلي وثوبي خطوه. اذا انه شو تعصب علي بقدر دبش. شو الخطوه يعني قصدك فيها؟ فهجه يعني ولا شو؟ شو يعني ضرب هيك؟ عفوا. يا بدر بحطه يهبط يعني. ممكن تقول يا ما بدر ممكن تقول الله يسامحك مثلا او شو. هو اذا انا خطوه بقوله. اما اذا عصب علي عصب علي بتشلع له العقال. بدر بشلع له العقال. طيب وصلت الملاحظه. اوكي. طيب شكرا استاذ حسام، يعطيك العافيه. لما بدك تفوت الاستوديو ثاني مره دق. معانا ضيف اللحام مش محمود. عرف على الاستاذ هاني. هاني الاستاذ هاني. اهلا وسهلا. هاني. من زمان بتقطع وبتفرم لحمه؟ اربع او خمس سنوات. اربع او خمس سنوات. طيب في عبارات للحمه بتقول افرم، اجرم، اصلخ، اقطع، اشوي، اجلد، اجبد. يعني في عندك عبارات ثانيه بتستخدموها كمان باللحمه؟ في عبارات كثير. يعني زي ايش مثلا؟ مثلا قول تستعيش. لا، شحم ولحم وجراميط كله بينزل على الميزان. هذا عندنا مثل. هاي الاغنية لي على فكرة. طيب ايش انا محمود؟ طيب لو ورجيتك راس مسلوخ زي هيك. نعم. مسلوخ تعرفوش انت؟ عمرك ما شفته بالاول. تقدر تعرفه اذا كان خروف ولا جدي ولا؟ تميزه كيف؟ تميز من الراس البلدي بيجي حجما مدور. الراس الروماني بيجي اكبر. بيجي نحيف شوي. معناته انت صرت هلا ممكن يعني انت تطورت في المينا ممكن تعطي جنسيه للخروف. بالضبط. طيب ما دام هيك محمود احنا خلينا نشوف مشهد استاذ حسام على اللحمه. نشوف والله المشهد في مشهد على اللحمه ونرجع لك. نشوف. يا الحرد أبوك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والله ما عملتش. يا والله مالك خفيتني؟ مالك شو فيه؟ ولا شيء ولا شيء. شو اللي بدك إياه؟
ولا شيء بديش شيء. لو رجعنا هون عاد بدي احمل. يعني قديش بدك؟ 10 كيلو. 10 كيلو مرة واحدة؟ اه مو مثل معنا. اسمع قديش الكيلو؟ يعني بصراحة احنا بنبيع اقل من 90 دينار، 4 جنيه بكيلو. أربعة ولويش منزل عن 90 دينار هذا وين؟ حر علي أنت شو دخلك؟ أنا ماني دخل. بعدين أنا حبيبي ببيع على قاعدة الخميدس. بيع قليل وربح كثير. منو فصل طيجس هاو؟ الخميدس هذا اللحام الأولاني اللي كان. طيب اسمع لعن ما دام على الفصل طيجس هاو وزن لي 3 كيلو خيو بس. يا زلمة شو لي 3 كيلو؟ ما تقولي تحس 10 كيلو. يا زلمة وين معصب؟ وين مشان أربع؟ مش فاضيلك بتخوف قاعد. يا زلمة بنقص يعني خلص وين؟ 10 كيلو بحطها. اسمع انا بدي 3 كيلو مشان كلش بمر على هالسوق بجيب لي شوية سمك وشوية دجاج ومنشكل هالمنسف اللي بنساوي للضيوف. يا رجل سيبك من السمك والدجاج خليك على لحم المعاج. اسمع في نص ذبيحة عندي هنا كازة زي الفزر اوزن لك اياها؟ والله انك صادق انت بس انا بدي 3 كيلو بدي مشان اشكل المنسف بعدين اسمع حلو هاي الدهنة شايفة ما بديش اياها. ما بدكش اياها حبيبي احنا لما بنشتري اللحمه بيبيعونا اياها بدهنه ومن دهنه قليله من دهنه سجيله لحد منو قليله؟ قليله ها بكون ابن خالته لسجيله سجيله بكون ماخذ بنت ابو سليم عرفت ابو سليم اللي هو احنا عن ايش بنسولف؟ أنا ما أعرف شو اللي بدك إياه أنت أول شيء اسمع خلنا وزن لك إياها زي الفزة طبعا زي اللي ربها قديش مثل حقها؟ دقيقة بس أحسب لك إياها على الماكينة 7 دنانير حجي 7؟ 7 بس علشانك ها قول وادعي لي يابا قول وادعي لي هاك ناوي 7 دنانير الأول يعني 7 دنانير أيوه شكرا مع السلامة فيه العافية الله يعافيك معلش غلبتك ها؟ لا لا مين اللحمات هذول؟ لا خلص الله يعزك الله يعزك لا يلا سلام عليكم عليكم السلام يعطيك العافية يلا سلام عليكم يلا يا حبيبي قال بلدي هنا لا وفت معانا وفت معك ولا ما وفتش معك اللحمة؟ توفي معكم؟ وفي في معنا تليفون؟ في تليفون؟ إذا ما فيش بجيب من الدار في عنا واحد. ألو 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 أيوة مرحبا مرحبتين بدي صايمة صايمة بحكي معك إز سبيكينج كيف حالك صايمة؟ مين عفوا بحكي؟ خليل الطويل خليل الطويل؟ نعم قديش يعني؟ يعني قد ما بدك هلا وسهلا كيف حالك؟ حياك الله حبيبي أنا معجب جدا بموضوع المنسف المنسف؟ رأس الخروف اللي قدامك طيب هذا شو رأس خروف ولا رأس عجل؟ شو طبعا في بلاستيك هذا؟ نعم بلاستيك اذا انك طمعان فيه بلاستيك طيب بدنا تعملوا لنا طبخه مثلا منسف ولا خلاص بنعمل لك كروش وروس ولا يهمك كروش وروس جيب الرز واللبن ها معك او الجميد والصنوبر واللوز وجيب لك شويه لحمه والراس من عندنا جد في عندي هون 20 واحد جوعانين بدهم منسف خلاص ولا يهمك احنا علينا المنسف الراس عندنا الراس عندنا بعدين انتم حكيتوا كثير عن السياحه يعني بس ما حكيتوش عن المنسف الراس جاهز وهاي الكرش والروس والهاي كله جاهز بس اللي قال لك علي المحمود جيبهن جيبهن وعلينا الطبخ كمان والغاز انت صايم بتعرف انه المنسف بالنسبه للشعب الاردني مهم جدا طبعا لانه هو اللي بيعين وهو اللي بيرفض وهو بيوظف وهو اللي بيشغل وهو اهم واسطه في البلد انا سياسيا ما بعرفش الحكي هذا بعرف طيب. اجتماعيا وبعرف انه المس انا بالنسبه لي اخي الكريم طب المسخن شو رايك فيه المسخن نسيبه خليه يبرد المنسف انا رضعته رضاعه المنسف رضاعه رضعته يعني محمود عرف المنسف بالعراس شايف بالعزايم العاديه اما تقول له بشغلات سياسيه بعرفها توظيف ما فيش مناسبه عندنا هون اي العزا في منسف الفرح في منسف المنسف في منسف في منسف كله في منزل صايمه ايوه عجبتني فهمك كفايه شو انت صاحي بكير الليله شو قصتك والله انا مغترب من دبي جاي على عمان مغترب بدك تقضي وقت معنا والله طيب شكرا لك صايمه طب حضر البقيه الاغراض اللي طلبناها منك وبعدين ارجعك معنا بحكيك
حضر اواعي العيد وبعدين جدا موفق حبيب قلبي انا معجب جدا فيكم الله يسعدك وتحياتي للاخ طبيشات الله يسعدك ولك طبيشات 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 ولك طبيشات حبايبنا برضو بس شكله شوي مش فني يعني إذا ما كنت هيش أصلاً بزبطش يعني بعرف في بعد... تايك تاكسي بتاكسي البرج بيشبهه لا هاي خلقت الله هاي تصبح على خير هلا حبيبي وبنشوفكم هلا حبيبي. حبيبي شكرا الله يسعدك شكرا نرجع للحام يا ريت نرجع للحمة اللحمة طيب بدي أسألك سؤال طبعا. شو علاقة الهش والنش بطبقة الأوزون وإلها تأثير على الكرة الأرضية ما لها اي تاثير ما لهاش لا تاثير ملاش تاثير طيب سؤال من عندي لو سمحت هلا لما الخروف المستورد بيجي عندنا على البلد نعم الجمارك بيعطوه اقامه 3 اشهر ولا ولا شو قديش بيعطوه اقامه ولا ما بعطوه اقامه الا صلاحيه انتهاء ولا صلاحيه بالعكس الحكي اللي بتحكيه على فكره ما عندكيش معلومات عن الخرفان امبارح شفت خروف مستورد قال لي تفضل ادخال مؤقت طيب طيب مشان نريحك شوي خلينا نرجع للفنان نجيب حداد نجيب طرب سمعنا شيء طبعا بالنسبة لطلب الأستاذ محمود حبيب. طلب الوديع الصافي وديع حبيبي وديع انا وياه نفس شو اسمه بقرب لك شيء وديع الصافي لا بقرب لي بقرب لك شيء محمود اوكي تفضل الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى إلا إذا غنى الهوى ليلى الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى عندك بحرية لا بتخربط عليني معلش الدبج الدبج دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى وطيب الشوق يحملني مدى عينيك يا ليلى مدى عينيك يا ليلى الليل يا ليلى يعذبني ويقول لي سلم على ليلى الليل يا ليلى يعذبني محمود خليه يكمل لانه كومبريس ويقول لي سلم على ليلى الحب لا تحلو نسائمه الا اذا غنى الهوى ليلى رجعت ولم أحلامي وأحيا بين أنغامي وعاد ربيع أيام يا ليل Thank you.
بحرية يا ريس سمر الشرقية يا ريس عندك بحرية يا ريس سمر أردنية يا ريس والبحر كويس يا ريس وصلنا حبيبي يا ريس عالرمل الدايم كتبنا شوق الحبايب دوبنا عالرمل الدايم كتبنا شوق الحبايب دوبنا وإن شاء الله بتوصل مراكبنا فيها أهلينا وحبايبنا وصلنا بلدنا يا ريس تنشم تراب يا ريس الله 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 يسلم يسلم تمك نجيب أستاذ نجيب أستاذ بدي أسأله سؤال على السريع حسين سؤال برن بنفوخي يعني. تفضل هل هناك علاقة ما بين الكوارع والكركعة اللي بتصير في باطن الأرض يعني الزلازل كركعة وكوارع شو الربط بينهم ما في شيء هاي كوارع لحالها قائمة بس أنا بقول لك الثنتين قائمات على النار مولع وملع حسين لحام حبيبي لحام حبيبي نشوف مسرح الشارع خلنا نشوف مسرح الشارع شوفوا تسعى على مطعم لقيت عصابة فيها كلها رافعين عليها كيش كلاشينات ماشي حلو كلاشينات اجا واحد ضربك وين بوكسون قلت هيك انت شايف طلت هيك طخيتهم بعدين طلعت على الدراجة شوف بدك تشغلها شغلها وبعدين تطلع على الدراجة وتفل ماشي وريني هذا المشهد كيف بدك تسوي اشوف فوت اول شيء فوت على المطعم وضربك هذاك البوكس شوف تخيل اشوف ايوه ايوه حلو مين ضربني ايوه طول الكلاش رش 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 كمان ايوه لا اطلع الدراجه يا شغل ضربت اشتغل هنا اسمع اشتغلي وطارت اشتغلي وطارت رحت الطياره خلاص خلاص رحت الطياره دراجه خلاص علي علي انت عنتره بدك تسحب السيف هيك تقول عبله بعد ما شوي يعمل هيك شوي بعد ما شايف تقول عبله سيذكرني سيذكرني قومي اذ جد جدهم وبليله طلطميس مثل قاع الكيله ايوه مثل قاع الكيله يفتقد البدر ادوا لي اياها سيذكرني قومي اذا جد جدهم وفي الليله الظلماء لا في ليله طلطميس ايوه بس كيف في ليله طلطميس زي قاع الكيله بس قول يلا كمل انت لهون الكيله الكيله مهمه اسحب السيف شوف يلا عبله عصب بس عندر تخيل عليك لا ايوه ستذكريني في ليله طلطميس سيذكرني قومي سيذكرني قومي في ليلة طلطميس اوعى وجهك شباب يا اخوان يلا بس يا بوسع عيني عيني بس دير بالك عبلة سحب ايش سيذكرني قومي سيذكرني قومي في ليلة طلطميس في قاع الكيلة انت عنتر بدك تسحب السيف هيك شايف تقول اول شيء عبلة وش وش شوف بدك ايوه تلعب السيف شايف اهم شيء عارف الصوت طلع صوت ايوه تقول عبله سيذكرني أيوة. قومي جد جدهم بس وبليله طلطميس يفتح بس صوت. لما بتقول وش وش هي بتعطيني رفي بالعين لانه العصبي دائما قومي جد جدهم المعصب عاده طلطميس يفتقد المعصب بضل يسويه ايوه ماشي يلا اسحب السيف اسحب السيف وجهك بس يا حسين لا انسى يسراوي 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 وش العب 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 ايوه حرك عينك سيذكرني قومي عندما اذا جد جدهم اذا جد جدهم اذا جد جدهم اذا جد جدهم ايوه وبالليل طلطميسي يقع الكيلي يقع الكيلي كمان مره شوي 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 عبلة ايوه عصبي عصبي سوف يذكرني قومي في ليلة جد جدهم طلطميسي حلو صايمي مطبشات ايوه بدنا المرة هاي عنترة بشفرة مش سيف شفرة ضريب شفرات ايوه يلا لا بدو سيف ما عم ثقيل عليه ثقيل عليه شفرة يلا يلا شوف عبلة قول
شو بعد عبله؟ سيذكرني قومي جد جدهم وبليل طلطميس افتقدوا البدر. او يا طلطميس يا زي قاع الكيري جدهم وبليل طلطميس زي قاع الكيري افتقدوا البدر. يفتقدوا البدر ايوه. اذا راحت عندك بس عيد عشانك بس بس اسحب الشفره. شفره ولا سيف؟ شفره شفره. يلا سيف شفره شفره عبلة. حلو ايوه ايوه. قوم شطبه شطبه لمالك. ايوه لمين؟ مالك هذا اللي كان بده يفتقدون القوم في ليلة جد جدهم ايوه وفي ليلة وفي ليلة تلطمي زي قاع الكيلة زي قاع الكيلة ولا السمع. ممكن تقولها بعدة احاسيس يعني ممكن تقولها وانت بتضحك وانت ايوه خلاص شو دقيقة موسك موسك بس هذا دقيقة زرد زرد حلوة حلوة سحب عليه عصفور سحب عليه عصفور وفي الليلة طلطميس يفتقد البدر. حلو عبلة رجع السيف رجع السيف رجع السيف عبدة عبدة عبلة حلو أداء حلو حلو. سيذكرني جدي إذا قال قومهم فلجدي ما قال عن بعضهم. ازهد انت حلو حلو حلو. بس في عندك تنتيعة بدك عيار ستيرينج على فكرة. عبلة ايوه. سيذكرني قومي اذا جد جدهم وفي الليث الطلطميس يستقد البدر. حلو 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 حلو. ادائك زي قاعد كده على فكره. عبلة أيوة. سيذكرني قومك اذا جد جدهم في ليلة الطلطميس في الليلة البيداء افتقدوا البدر. قد تكسر رجلهم. معنا تليفون استاذ حسام. الو 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 مرحبا. هلا استاذ حسن ابراهيم. ابي كيف لقطت صوتي؟ هلا سيدي. قول ايه ايه. الله يعطيك العافيه. هلا هلا استاذي. لما يغلق الصوت قول لمحمود استعمل الله يخليك سلمك. ثلاث مرات قبل الغداء واربع مرات بعد العشاء الله يخليك بيروح الصوت. تحياتي يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. كيف حالك يا سيدي؟ الحمد لله. الله يعطيكم الف الف عافيه. الله يخليك ابو علي. الحقيقه يعني انا بسهر باستمرار وبطلع على برنامجكم. نعم. وبضحك معاكم. حلو. ومكيف. حلو. عرفت الحبيب. نعم. في هذيك الليله لما اجيت انا ضيف عندكم. نعم. وانتم بالمناسبه قدام كل كوارع والروس ما بتعزمونيش. ما انا عارف. اما لما ما يقولش ايش بتعزموني. محسوب حسابك ابو علي. يا حبيب الرجل هاي اللي بجنبك هاي. طب لاقينا بالمصدار ابو علي من بعد المره. وكويسات هاي فتت المقادم من الرجلين اخويا يعطين. حبيب ابو علي الله يسعدك. الله يسلمك. والراس خليه بجنب محمود على جنب هناك. الله يخليك. بسيطه يا محمود. وحق الرب المعبود يا محمود. حبيبي. وهاي الرقبه اللي بده ياكلها الدود شايف غير ساهمني اياك على الروس هاي. يا اخوي. تفضل يا سيدي. الحقيقه انا بدي احكي بس كلمتين اذا بتسمحوا لي اخذ من وقتكم. تفضل ابو علي. يعطيكم الف عافيه. هذيك الليلة أنا لما كنت سهران معاكو. نعم. وحكيت عن زملائي وإخوتي الفنانين الأردنيين. نعم. وطبعا أنا بالبداية قلت أنا أنه كل واحد اللي حكيته اللي سألتوني عنه. نعم. مثلا يوسف الجمل من أعز أصدقائي ومن نعم وفي الغربة باستمرار أنا وياه. لو ما لو أعرف قلت لي لو لم يكن فنانا فدائما بداعب وبداعب الأستاذ يوسف العظيم. الفنان إبراهيم أبو الخير نفس الشيء. قلت لك أنه ممثل تراجيدي قوي. الأخت الزميلة الحبيبة الفنانة عبير عيسى الفنانة المميزة الحقيقة ولها بصمة أصبح على الفن الأردني. قلت لك أنه أكثر فنان اشتغلت أنا وياها. نعم. وفي حارة بعواد والمسلسلات البدوية والقروية ثم في الرحلات ما برا على أمريكا. وفعلا فعلا قد حاله ورجل. نعم. والله رجل انا بقصد طبعا هي ست. أيوه. مشان خلت تضحك معنا شويه. رجل مشان اقول والرجال قصدك تقول اخت الرجال يعني. اما لما قلت ست والستات قليل. نعم. يعني والله انا بعدين انت قلت لي لو لم تكن فنانه قلت لك تكون راقصه. انا ما قصدت راقصه بمعنى راقصه طبعاً. الرقص طبعاً. فن طبعاً. في عبده. نعم. منو بعرفش في عبده سهير ذك عندها 88 عماره بس انا ما يعني قصدت. ابو علي ابو علي لو سمحت لي فضل. يعني انت انا احنا نقدر اتصالك معنا ثاني مره على البرنامج. نعم. وعارفين يعني انه كمان انت
لم يكن لديك سوء نية لا سمح الله. لا عارفينك انه انت استاذ كبير وفنان كبير. الله يخليك. وبتحترم الجميع ابو علي. والله. وانا بتوقع انه يمكن الشباب ما في حدا زعل منهم. والله. كونك انت قلتها يعني بنية صافية. نعم. لم تقصد سوءا. والله يا استاذ محمود وحياتك على الطيب اني اكن لكل الزملاء كل محبة وتقدير. لانهم فنانين. وان الفن هو ممارسة فعلية عما تكنه النفوس البشرية من خواطر. وهو تعبير رائع لما يجيش فيه الصدور من أهواء ورغبات. فخلينا مع برنامج هيلمات وخذ وهات. أستاذي أستاذي حبيبنا إحنا طبعا إحنا بنوجه لك سؤال يعني شو بتقول لأخواننا الفنانين يعني؟ أنا تحياتي العطرة لهم جميعا. وما بيعرفوني تماما لما بنسافر برا بكتب قصائد عن العمل وعنهم بطريقة مداعبة وسخرية. وقبل شوي كان عندكم طيب أبو علي اسمح لي أقاطعك. تفضل. لو قلت لك نعم عبير عيسى شو بتقول؟ عبير عيسى آه. يعني طبعا لو لم تكن ولا هيك؟ لا هيك هيك آه. عبير أخت عيسى. عبير وزميلتنا عبير عيسى. لا 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 احنا مش مداعب ولا نرضي خاطرها. طبعا عبير عيسى فنانة غصبت عنها وغصبت عني. عرفت كيف؟ نعم. شاركت في أعمال عربية ورفعت روسنا برا. طبعا هاي عبير عيسى. طبعا. أما تقولها إذا أنا ما أقول أنا مستعد أشتغل طبال وهذيك الليلة هي راقصة وأنا الطبال. أنا ما قصدت راقصها. طبعاً طبعاً. أو والله راقصة معنا وإحنا جمهورنا الأردني الحبيب. شكراً. يعني شكراً. لازم يفهم النكتة. قبل شوي كان عندكم كاتب أو صحفي. نعم. صحفي مسخرجي. نعم. مسخرجي ولا سخرية كان طبعاً. وقال إنه العرب بحب السخرية. لا وانا لم أقصد. يا سيدي شكرا لك ابو علي على الاتصال ثاني مره وحياك الله ابو علي وقبلاتي لكم والله الله يخليك ابو علي واحنا بنقدر هذا الشيء لك. الله يعطيكم الف شكرا. الله يسلمك يا استاذي وتحياتي من خلال برنامجكم لكل الفنانين الاردنيين. الله يبارك فيك فردا فردا. حلو. وكل عام وانتم بخير. انتم بخير ابو علي. شكرا يا استاذ حسن. شكرا الحبيب. شكرا استاذي. احنا حسين لو بس بدنا نسمع نكته عن اللحمه. عن اللحمه. في واحد مسطول فات على حام. في واحد مسطول فات على حام. أيوة. قال له بدي في بيبسي. آه. قال له عفوا هاي ملحمة. آه. رجع بعد ساعة قال له في بيبسي. قال له هاي ملحمة. راح. قصدك كازوز. رجع بعد ساعتين. قول كازوز. رجع بعد ساعتين قال له في بيبسي. قول كازوز. قال له قلت لك هاي ملحمة. قال له طب خذ السيجارة دخنها. حلو. بعد ما راح ادخن سيجاره اللحام اجى واحد قال اللحام مرحبا بدي 2 كيلو لحم. انا جبت الفاضي. حلو. قصدك انا بساله عن الجزم. حلو. نسمع الطرب. اه اوكي. طيب استاذي استاذ نجيب اذا سمحت لنا خلينا نقدم الحزيره وبعدين نرجع للفنان نجيب حداد. حزيرتنا الليله بتقول واحد كت خليك معي واحد. الحزيره بتقول كم حبه رز طبخت في رمضان حتى الان وكم خليك معي ثري وكم طنجره شوربه عدس شفطت في شهر رمضان. وطبعا الجائزه هي سياره حمراء زي البندوره. حمراء. تفضل استاذ نجيب. تفضل نجيب. يا وبور قولي رايح على فين يا وبور قولي وسافرت منين يا وبور قولي يا وبور عمال تجري قبلي وبحري تنزل وادي تطلع كبري عمال تجري قبلي وبحري تنزل وادي تطلع كبري حود مرة وبعدين ما تقول يا وبور رايح على فين على فين صوتك
كيدوي وانت بتهوي صوتك يدوي وانت بتهوي والبعد قالي النار تكوي والأرض بساط وانت بتطوي ما تقول يا وابو الرايح على فين على فين قربتي غريب وبعدتي حبيب وجمعتي حبيب على شملي حبيب والقرب نصيب والبعد نصيب وانطال الوقت على الركاب يجري كلامهم في سؤال وجواب بعد شوية يبقوا أحباب وده يعرف ده رايح على فين على فين على فين الله الله يا أستاذ نجيب بس بدنا نشوف فقرة حلوة جميلة حضرنا إياها الأستاذ حسام بسيوني هاي قصتها انه شو استاذ محمود قصتها مش قصتها انه التقينا انا وياك والاستاذ حسام بسيوني في برنامج قبل 3 سنين عملنا فيه الكاميرا الخفيه وعملنا فيه دوري النجوم دوري النجوم وهي الدولاب دار سبحان الله الزمن لما غرقت برميل مي لما غرقنا الله نشوف هلا اهلين الله يعافيك تفضل حبيبي بس هاي بدك تشلاه؟ الله يستر الله تسببنا اليوم أنا وسهلا منين؟ أحرق لك أنا لا لا شغالي هاي شوف ارفع يديك زقف 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 كمان شوي احمى شوي عشان اشوف اهلا وسهلا اهلين شو تخفيف ولا تظبيط شعر قصير بسم الله عليك شوي لهوا ماشي عالشعر مش وجهي اهلا وسهلا شو اسمك عمر اسمي عمر ما شاء الله عشت الاسامي ابن جيراننا اسمه عمر ما شاء الله الشوارب زبط لك يوم اعمل هيك اعمل هيك ايوه غمض عيونك تخافش 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 ما يبارد يا ما يتشت ما هي شايفك وين لا شكلك مش شبه 40 بسم الله الرحمن الرحيم تخفيف قلت لي تزبيط تزبيط ولا يهمك تزبيط راح تزبط على فكرة راح تقص على العيد الكبير مرة الجاي تخافش تزبيط ما أنا بزبط لك عمالي شعرك وسخ ما هو نيم تمشي متحمم يا ابن الحلال أوف في شغلات تمشي ابن الناس تتحمم جايك متحمم ميت إيش متحمم ميت شدة أهلا وسهلا على فكرة راح أقص لك قصة فيش منها بالعالم هاي دواء جديد جانا للشعر خصوصي عشان ايش غمض 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 معلش ولا يهمك ولا يهمك راح تطلع من وين مبسوط تخافش 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 يا ابني الحلال مالك دواء دواء للشعر غمض 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 الشوارب زبطهم خلص استنى شوي استنى هاي المي تبعتهم لحظة 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 ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك
يا عم انت حلاق يا زلمه حلاق ولا شو شايفني خضرجي العاد؟ استنى شو استنى شو ما شاء الله هسه لحظه شوي لحظه معي الماكينه هاي الماكينه بسم الله الرحمن الرحيم خلص 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 دخلت لك شوي هون تخفيف يا ابن الحلال شوي تخفيفا هذا الدواء خصوصا انت حلاق عمي حلاق شو بياك نافل هاد اول واحد واحد امسك هاي ايوه دقيقة دقيقة شو استنى شوي اقول لك بس ايدك ايدك انت حلاق ولا مصارع يا حبيبي لا لا شوي لا شوي تخفيف تخفيف استنى شوي خلص الشعرات يا زلمه هذا اقعد بس يا ابن الحلال دقيقه شوي لا خلص يزبط لك خلص شارك. يا عمي إيه؟ وين صاحب المحل اذا ما انا صاحب المحل اشتريته منه تعال اقعد بس لا يا عمي اذا ما اقعد لا ايه واحد الله شو هذا خربته يا ابن الناس شو اللي خربته شو خربت الشعرات شو حاط عليه اسمع اسمع ايه طلع هناك شايف هاي الكاميرا الخفيه ثلاث سنين صار لها حسين هاي؟ بس انا لما جيت اعمل الكاميرا الخفيه لحقني واحد كنت بكازيه لحقني واحد بجك والله لحقني واحد بجك طب ما قلتلوش حسين ما قلتلوش الكاميرا الخفيه؟ واحد لحقني بشالوخ الموز شو على كل ان شو باي باي احنا خلصنا؟ سنة شوي خلصنا؟ خلصنا؟ طيب خلينا لا يمل مع المشاهدين خلص كفي صباح الخير يا حبايبي طيب صباح الخير وبس